بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإداد كلماتك كلما ذكرت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقرب الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد حتى ترف الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإبلاغ باسم الذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاد، وأثني بحمد الموالد سائغة هنيئة، ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع وموالا، وأستجديه هداية لسلوك سنون واضحة جلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي نودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحناه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك صلى الله يا خير خلق الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله، والأهل والأصحاب والقرب أهل الله، والأهل والأصحاب والقرب والقوم أهل الله عليك. يا من له الألوان ومنفع الأسرار، يا من له الألوان ومنفع الأسرار، نعم يا مختار أيد دين الله عليك، عليك صلى الله والقوم أهل الله عليك. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا
هذا الذي سالنا من أصابعه مثل السلال حكى الأنهار في الزين ولتقت بحمده صلى الله عليه وسلم كل دابة لقريش بفصاح ألسن عربية وقرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميان وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهنة رهبت الرهبانية ولهج بخبره صلى الله عليه وسلم كل حبر خبير وفي حلى حسنه صلى وسلم يا ربي شرف وكرم مسجد وعظم مسجد وعظم على سيد الأنام صلى وسلم والوصل شرف وكرم وسبع انتباق سلام يا ربي شرف وكرم
واسجد وعظم على سيد الأنام صل وسلم. يا سيد السادات جئتك قاصدا أحتمي فقيل لها إنك يا آمنة قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد أقبال. ولما تم لحمله صلى الله عليه وسلم الشهران على مشهور الأقوال المروية وفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى الله أكبر جل نور المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وسلم يا له من سيدي. ولما تم لحمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية أخذها المخاض فوجدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ ثناه فقل أيها الراجي إليه شفاعة يا محب صادق القبر والأدب قليل بمدح المصطفى الخط بالذهب على وجه الخط أحسن ما كتب وأنت هذا الأجر أما الله العظيم فهناك بسمه على عرشه يا رب تنزل الدرد أبانا معك وارضك عظيم يا طيب مبتدا منه ومقداد بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ما شرى الإسلام غير منهدي تباشرت الأبناء حين ظهوره وفاحت به الأرجاء شرقا ومغربا ونادى لسان الكون ترا بأسره فأهلا وسهلا بالحبيب فأهلا وسهلا بالحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. ولد صلى الله عليه وسلم وبصره إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا صلى الله عليه وسلم إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه ودعتموه عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنيه فاقبل مسرعا ونظر اليه وبلغ من سور مناه وادخله الكعبه الغراء وقام يدعو
الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. ولد صلى الله عليه وسلم لطيفا مختونا وقت عسرة بيد القدرة الإلهية، طيبا مهينا مكهولة بكحل عباد تعالى. وقيل فتنه جده عبد المطلب بعد 70 سوية، وأولد وأقام وسماه محمدا وأكرم مثواه. زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه، يا عشقي رسول الله صلوا عليه. الله يا عشقي زاد الأفراح وزاد النبي من انشراح صلوا عليه. وصلت النبي صلوا عليه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية، ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه، وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية، واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور الأضاءة وقصور الشام القيصرية، فرأى بطاح مكة داره ومغناه، وانصدع الإيوان بالمدائن الكسراوية الذي رفع آل شروان سده وسواه، وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءة قصور الشام القيصرية. واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه. وكان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أكمل الناس خلقا وخلقا، يظلون مشربا بعمره واسع العينين أكحلهما أكحلهما قد منح الزجج حاجبه، مفلج الأسنان ظلافا بحسنه، واسع الجبين ذا
شبهة الهلالية يا محمد بيك فوزنا وربحنا يا محمد بيك فوزنا وربحنا يا محمد بيك فاز المحب المحبين يا سيدي الله 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 بيك فاز المحبين المحبين يا سيدي يحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أوقعه الفقر وأشواه. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويعصب صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال الشم بأن تكون ذهبا له فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويتألق أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. عليك صلى السلام والملائكة الكرام بالصحابة اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين يا سيدي يا أبا الزهراء يا سيدي يا أبا الزهراء معنا في الدنيا والأخرى خلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور مقامه والبقاء يا شبيه
حقيقة حقيقة إن شاء الله نزور مقامه وبنته ليلى سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوف به سواك عند عيون الحادث العالي ولم يذيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقف بعبدك في الدارين نالا صبرا بدا تدعوهم أمل ينازل وبل لصاحبي صلاة منك دائمة على النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك أزكى صلاة الله يا مصطفى وأزكى سلام البيت بالمسكين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه نسألك يا رب بألوانك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك تجاه ونتوسل إليك يا مولانا بشرف الولاية المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه أن توفقنا يا رب جميعا في الأقوال والأفعال والأعمال لإخلاص النية وأن تنشح لكل من الحاضرين معنا مطلبه ومناه اللهم اصلح الوعاد وأصلح المعية اللهم وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير يتلى في هذه العشية وأجراه اللهم حقق لهم جميعا الفوز بقربك والرجاء والأمنية وبارك لنا ولهم جميعا في الأزواج والذرية اللهم احفظنا وإياهم بألطافك وحرصنا جميعا بعينك التي لا تنام وكن معنا في الشدائد والرخاء وخذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ببركة مولده صلى الله عليه وسلم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوله من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين اللهم إننا آمنا
ثياب سيدنا محمد فلم نره فلا تحرمنا زيارته ولا تحرمنا صحبته ولا تحرمنا شفاعته وتوفنا على ملته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا من الذنوب إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا بابا للخير إلا فتحته ولا بابا للشر إلا أغلقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا على الحق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا يا رب شقيا ولا محروما بجاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واسترنا واجعلنا آمنين سقاء رخاء في أوطاننا وفي ديارنا يا ذا الجلال والإكرام بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم وبسر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والحمد لله.